اللاعب اتعاقد مع بنت موسيماني مدرب سان داونز علشان خاطر يقود القياده الفنيه للاهلي في موسمين وفي نص النهائي قدام الوداد. لما تقعد تسال نفسك بالعقل وبالمنطق هل بنت موسيماني خيار جيد للاهلي، هتلاقي نفسك قاعد تضحك لوحدك. طب ايه يا جماعه اللي جاب سيره بنت موسيماني؟ طب ايه اللي فكرنا فيه؟ لما فكرنا احنا نجيب الراجل ده فكرنا في بطوله افريقيا، وان راجل متخصص افريقيا. عايز اقول لك بس حاجه بسيطه، الراجل ماسك سان داونز من 2012 لحد 2020، خد بطوله واحده في 2016 كانت على حساب نادي الزمالك. ده معناه ان الراجل متخصص تخصص عبقري جدا في بطوله افريقيا، وده اللي بيخليه ان هو يقود النادي الاهلي. لو قعدت تدور على السيره الذاتيه بتاعته هتلاقي ان هو مدرب المدربين اللي هم بيحبوا المشاريع الطويله. اول تدريب ليه كان تقريبا في كايزر كذا مش عارف ايه عندهم في جنوب افريقيا من 2001 لحد 2007، خد 6 سنين. بعد كده ربنا كرمه وراح المنتخب قعد برده لحد 2012 لحد ما مشي. يعني الراجل بيحب جدا المشاريع الطويله. من 2012 ل 2020 قعد مع سان داونز وخد فيهم بطوله افريقيه اللي هي على حساب الزمالك دي. هتقول لي الراجل خد 5 دوري، وهتقول لي الراجل خد مش عارف كاسات ايه، اقول لك تمام. انت بتقيم مدرب جنوب افريقي ببطولات في جنوب افريقيا علشان خاطر تجيبه وتحطه في الاهلي؟ ده احنا لما رحنا جبنا فايلر اللي كان ماسك اندرلخت، قلنا يا جماعه مين فايلر ده وايه سويسرا دي اللي احنا هنخلي الراجل يتعلم فينا؟ دلوقتي بقى بنته موسيماني خيار جيد وخيار ممتاز. مش عارف والله الطبله عماله تروح لفين على اللي بيعمله مجلس اداره الاهلي. يعني تمام انت دلوقتي بتفاوض مدرب، تمام يا معلم، هنقول ان احنا رح نجيب تيم كات من الثلاجه علشان خاطر كابتن محمود الخطيب عنده قناعه ان تيم كات مدرب عبقري، فهنحطه في الثلاجه في اي مفاوضات بنفاوض فيها مدرب، ونروح نجيب تيم كات تاني ونرجعه. قلنا قشطه، وبيسو مدرب ليه تاريخ هولندي وبيدرب بقى اللعيبه بالطريقه الهولنديه والكلام ده. لما قعدت اتكلم على اربوينا قلنا ماشي اسمه معقد، بس الراجل كان مدرب بوكا جونيور والراجل على الاقل بياخد بطولات في الخليج. لما سمعت كلمتين من كابتن ايمن الرمادي قلت عادي نطير امه في 60 داهيه. قلنا تمام هيروح يجيب لنا مدرب محترم. قلت عندي مدرسه المانيه وعندي مش عارف مدرستي. قلنا يا عم عادي براحتك، مع ان احنا عارفين ان انت مجلس اداره بتتاخر شويه في التعاقدات مع مدربين الاجانب. لما شويه شباب وجوه قالوا لك على فكره بنت موسيماني حافظ اللعيبه الافارقه، وموسيماني هو اللي هيجيب لك بطوله افريقيا الحاليه. وفي الاخر قلت والنبي حلو موسيماني، بس هو لسه مجدد مع سان داونز؟ لا، مع سان داونز غلابه. ولما نهنيهم بالبطولات اللي هم خدوها السنه دي الدوري المحلي والكاس، ونقول لهم الدنيا بالنسبه لكم عامله ازاي وممكن تسيبونا موسيماني ونديه لكم تعويض، قالوا لك عادي يا معلم خدوا. ده احنا ما نصدق ان احنا كنا عندنا مدرب مطلعين مدرب الاهلي كبير القاره علشان خاطر ممكن يكون المدرب الافريقي الوحيد اللي الاهلي استعان بيه في تاريخه. يعني سبحان الله كابتن محمود الخطيب بيورينا حاجات جديده في الاداره. بس كالعاده يعني تلاقي الناس كلها طلعت تقول لك نشيب بتصرف كابتن محمود الخطيب السريع والكلام ده، اللي هو ليه؟ اصل مش ليه يعني كلنا احتمال يكمل مع موسيماني علشان خاطر راجل هيجيب معاه مدرب احمال وهيجيب معاه معد بقى، ما هو مدرب الاحمال هو المعد البدني، وهيجيب معاه مساعد وهيجيب معاه محلل اداء وهيرضى ان كنا نشتغل معاه. عشان كده احنا نجيب موسيماني بقى، ما معهوش مدرب حراس مرمى. تمام يا معلم. طب الكلام ده بيفرحك كاهلاوي؟ والله الكلام ده بيزعلني، بس انا لما اتكلم مع المنطق بالناس، الناس بتقول انت متشائم وانت بتقول كلام غير طبيعي وده ما يحصلش. قول الناس كلها بتقول، وقول ان راجل اختيار ممتاز، وقول ان راجل فكره حلوه، بس انا عايز اقول لك ان دي فكره عباره عن تهريج وعباره عن مسخ. جايب لي مدرب من 2012 لحد 2020 8 سنين لعب في بطولات افريقيا، خد بطوله واحده، وفي الاخر تقول لي حافظ البطولات الافريقيه. حافظ بطولات ايه؟ زي زين الدين زيدان واخد 3 اوروبا، ولما بيلعب بطولات اوروبا بنقول ان هو ممكن يطلع عادي، وناس كتير هتقول لك اصل البطوله دي بتاعته متخصص. اللي هو يا جماعه احنا بنتكلم على مدرب في 8 سنين خد بطوله وقدام الزمالك علشان خاطر كابتن مؤمن سليمان كان فكر يعمل فيها بيب جوارديولا في مباراه الذهاب. يا جماعه ما تتعبوناش نفسيا علشان خاطر احنا فينا اللي مكفينا. لما يحصل الكلام ده ونطلع نقول عليه ان هو عك اداري وفشل اداري، ما تطلعوش تقول ان اللي بيحصل ده زي الفل. طب تمام، ريني فايلر لحد النهارده مش واخد قرار ان هو ممكن يمشي، ليه بقى؟ علشان خاطر الراجل بيتكلم معاك عن انا ليه العقد بتاعي؟ طب اكمل معاك التعاقد؟ طب انت خايف من ايه؟ طب سيبني وانا هرجع اكمل معاك الموسم. بس حكى حاجه يعني احنا بنشوف تخبطات كتير، ولما بتطلع تتكلم على التخبطات دي اوعى تجيب سيره كابتن محمود الخطيب يا لا. طب هقول لكم ايه، مبروك على الراجل، اتمنى انه ينجح، بس انا بصراحه شايف ان هي نقطه دمها تقيله انك تروح تجيب مدرب جنوب افريقي يمسك الاهلي. عماد النحاس كانت تبقى مبلوعه شويه، ابن النادي وبنديله فرصه يتعلم.